بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي متابعين يوميات صلاة وسيد وعلاتها، بحبكم في الله، وحشتوني وايت وايت وبرشة برشة، وبالذات بالذات بحبكم خالص جد جد وحشتوني، واللي وحشني جامد 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 ولادي، بحبكم وحشتوني خالص. عايز اقول ولادي عشان هعيط مش قادرة. المهم النهاردة بقى الفطيرة ديت بقى يعني ايه مش عارفة اقول الاسم، بس ما علينا، دي هداء لمصطفى تمام، دي اسمها الفطيره الشرقيه. انا بالنسبه لابني مصطفى دي بالنسبه له اسمها الفطيره المدلعه، دي هديه ليك يا مصطفى. الفراخ ديت طبعا الصدور ما اللي بياكلها مصطفى احنا عملنا له طبعا فطيره، انا هاكلها لك بعد ما تستوي، وقلنا ندلعها اكتر. جبنا لها شويه ايه قطع جبنه، بصوا موزاريلا بشرناها زي ما انتم شايفين، والجبنه الرومي عادي عاملها بايدي عادي خالص، مفيش اي مشكله دلوقتي وانا بعمل هعملها تمام عادي، مش مهم تبشريها يعني، بس هي اللي جت كده اهو تمام. طبعا عندنا السمنه وعندنا العجينه، وسبق في الفيديو اللي فات انا وريتكم الفطيره ازاي تعجنيها باسهل طريقه، سهله جدا وبسيطه خالص، دي وميه وملح وسكر ولا اكتر ولا اقل، وعجيني لحد ما تحس ان هي طريه بالمنظر ده شايفين. انا سبتهاش حتى ترتاح، لا انا قطعتها على طول بس حطيتها من الكيس علشان عندي هنا عند ماما في مروحه تمام. بحبكم في الله، استنوا نبدا كده بسم الله، هنخلي الحاجات دي ايه جنبنا كده ونعمل. طبعا انت حسب ما انت عايزاها، طبعا هي اصلا فطيره من نفس عجينه الفطير المشلتت، عايزاها رقات كتيره بجوه وانت بتقطعي كده ماشي، عايزاها طبقه واحده ماشي، ثلاث طبقات ماشي، كل واحد بيعملها حسب ظروفه. انا عشان انا تعبانه زي ما انتم عارفين مش قادره اعمل حاجه، فهسهل على نفس الموضوع وهعمل اتنين بس تمام. لكن هي اساسا بتتعمل ممكن بفطيره واحده، وده المعروف عند الفطاطر ان هي واحده بس، يا اما عند اللي بيبقى ستات البيوت والبنانات الجميله اللي لسه بتعلمه ان هي ايه ثلاث فطار ولا حاجه. بس احنا هنعمل دلوقتي واحده، هنحط فيها الحش واحده ايه نركنها ماشي، دي هنسمي كده بسم الله، نكبر على قد ما نقدر. سامحوني بقى ان انا مش قادره اعمل والله، كل حاجه في جسمي بتوجعني، رجلي وجعاني، اتمنى دعائكم ليا بالشفاء، عشان طبعا لحد دلوقتي الكسر والله العظيم ما نام، واضطريت اركب حاجه مش عارفه اسمها ايه في رجلي هي ده، فباخد العلاج والمسكنات حتى وانا بعمل فيديو بنام والله العظيم ساكك عليا النوم كده. حلوه كده، احط بقى الحشو كده مع بعض كده واحده واحده. على فكره نسيت اجيب معلقه، ثواني هعمل ستوب اجيب معلقه وايه عشان احط في النص كده بسم الله. نبدا يا جماعه حبايبي، بصوا ادي الفراخ، الفراخ بقى دي ادي طبعا قطعه الصدور الفراخ، قطعها بالطريقه زي ما انت عايزاها، ملح وبصل ومعلقه سمنه على معلقه زيت صغيره، وشوحناها فيها زي ما انتم شايفين كده. هنحط بقى الحشوه كده زي ما انت عايزه. طبعا عندك بقى قطعه فلفل حراقه ماشي حط، عشان انا طبعا الكسر بتاعي مانعني من المخلل، وكل حاجه في الفطيره دي هتتعمل عشان اكلها انا، الفطيره اللي بعديها بقى هتبقى هنزودها عشان خاطر ماما، هنحط بقى شطه وحركات ومرقات، انما دي عشان ماما كده. حلو كده تمام كده، نحط بقى الجبنه ندلعها بقى بالجبنه بسم الله الرحمن الرحيم، القطه مجننانه زي ما انتوا شايفين كده. طبعا الناس طبعا الناس اللي هاي شويه بيجيبوا الشيدر دي والحركات دي ويقوموا حاطينها كده، فانا هعتبر دي الشيدر وهعملها كده رايكم، وهتسيح برده الجبنه الرومي على فكره وردك والله بتسيح، مش بتسيح اول درجه السيحان يعني ايه، بس بتسيح بس القطه هتجنني هاكلها. نعمل بقى بالراحه كده، نجمع الفطيره كده بسم الله الرحمن الرحيم زي ما انتوا شايفين كده اهو، مش هنحط بقى سمنه دلوقتي ولا اي حاجه اهو تمام اهو، اظن سهله مش صعبه تمام اهو، هنركنها كده بالراحه بالراحه كده اهو. هنعمل بقى واحده ثانيه، طبعا المفروض دي احنا الفطاطي بيعمل واحده كبيره وبيلمها زي الدوريه ويظبطها ويعملها، بس عشان انا بقى ايه حبيت اعمل لكم بطريقه سهله وسهله عليكم وسهله عليا، خصوصا ان انا تعبانه ان انا مش هقعد بقى اخد ودي معاها بسم الله الرحمن الرحيم وافرد، فاللي يحتاج خاطر ما فيش اي حشوه تقع اي حاجه، وتدي الورقات بتاعت الفطير المشلتت ان انا ايه هعملها بواحده كده تمام. واكون طبعا في الوقت ده انا محضره جنبي صينيه زي ما انتوا شايفين كده، هنحط فيها الفطير، حتى بصوا ايه تقيل على الفطيره حبايبي. على فكره كلكم وحشتوني، ما تنسوش يا جماعه سبق قلت لكم في الفيديو اللي فات اللي على القنوات اللي على المنتدى بالله عليكم تروحوا لها وتدعموا معانا القنوات دي، عشان القنوات دي محتاجه دعم واحنا نفسنا محتاجين دعم، يعني انت لما تدعمي قناه صغيره هتدعمي بايه ومشاهده فيديوهاتك طبعا، ربنا يرضيك ان شاء الله بمشاهدين حقيقيين، وكلنا نشوف قنواتنا اكبر قنوات على اليوتيوب ان شاء الله. هنسمي ونحط دي بقى كده بالراحه
بس بذكاء. نقلبها على الناحيه الثانيه. تمام، انتوا شايفين انا عملت ايه؟ طب في الحته دي هي كانت كده، انا هعمل كده. ركزين، ركزتوا ولا ايه؟ اهي شايفين ده، عشان بقى يديها طعم حلو. استنوا وتورق معايا. انا علبت الفطيره اهي يا جماعه، هجيبها بقى العكس كده عشان تبقى كلها زي بعض، ما تكونش حته تخينه وحته رقيقه. مش شوفوا سهله خالص، اكني واحد مش بيعرف يعمل فطير، اكني ما بعرفش واول مره اعمل، اعملها بمنتهى السهوله زي ما انتوا شايفين. واليسرى اهو، الصعب في كده مش اي حاجه خالص. اجيب الصينيه، ادينا سمنه واسمع على الفطيره. بسم الله الرحمن الرحيم بتاعتي كده، لو حطيتيها كده ماشي، كده ماشي. انا عملتها ما شاء الله بنفس الاتجاه. هجيبها بس لما اجيبها هنا ادوس عليها دوسه خفيفه كده، شايفين؟ اظبطها بقى احطها في الفرن وارجع لكم تاني. تمام. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ونيجي الفيديو معاكم بقى. طبعا انا قلت لكم دي اهداء للاستاذ مصطفى. نسيت اقول لكم في بدايه الفيديو هدايه لمصطفى ليه قالوا لي تيتا، قالت لي ان دي هداء لمصطفى، عشان مصطفى ان شاء الله يوم 25 يا حبايب قلبي هيكون حفل التخرج بتاعه. يعني ربنا يوفقه ليا ويحفظه لي باذن الله. الف مبروك يا مصطفى، عملت لك على شرف التخرج بتاعك اللي انا ما فيش نصيب ان انا احضره. ان شاء الله يعني مره ثانيه اكون معاك، واول ما اخف وارجع بالسلامه يعني نحتفل احتفال كبير جدا 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 جدا. تمام، يعني من عبر الفيديو دوت انا بهدي الفتره دي مين؟ لمصطفى. ركز يا مصطفى، خروج ما تجريش، اسلام، ما تقولش اشمعنى انا ولا يوسف. هاتي وكمان هفتحها له عشان اوريكم الجمال بتاعها. تمام، بصوا ما شاء الله لما تطلع من الفرن. اعملها بقى بالنظره اللي انت عايزاها بقى، عايزاها سبعات تمانيات، اصغر من كده حسب ما انت عايزه. معلش هي سخنه، انا مش قادره، واصلا والله ما فيها ايه ده، حد شايفين الجمال؟ سخنه خالص. تعالي يا ماما جنبش انا ادوقها لك، تعالي هنا تعالي عشان ادوقها لك. ايه المنظر الصباح ده يا ماما؟ تعالي عشان ادوقها لك، شايفين؟ تعالى بص شوفي الجمال. ماما عيانه خالص، بصوا مش قادره افتحها. بصوا الجمال، بسم الله ما شاء الله. شايفين؟ شايفين التوريقه؟ شايفين الجبنه سايحه فيها ازاي؟ اتلسحت والله. تعالي ماما ادوقها لك، شايفين الجمال؟ دي بقى اسمها الفطيره الشرقيه، كان انا سميتها عشان مصطفى ابني الفطيره المدلعه. تعالي ماما روحي. ماما عايزه تسلم عليكي، وفي ناس كتير كتبوا في التعليقات المره اللي فاتت الحاج ايت باي. لا والله العظيم هي بس كانت محرجه، كان ماما حبيبتي اهي هتدوق الفطيره الثانيه دي بتاعت ماما، حاطين كبيره قدام ماما. بقول لكم زي ما انتوا عارفين والله ما فيها صحه اقطع اصلا سكينه ماما تاني، وده لازم يتقطع بقى بسكينه مشرشره زي بتاعت التورته كده وتسهل بسرعه، او العادي زي ما انتوا عارفين عند الفطاطري ما شاء الله يمشيها كده كده ومعامله على طول. بصوا بقى شايفين الكلاب بقى ما شاء الله، شايفين الجمال؟ جميله. شايفين الجبنه حلوه خالص. كان صورينا الاول جميلة. صوره بيها الاول يا ورده كده. الله، ايه دي؟ احنا لا دي احمرت شويه، ودي طلعت بيضه عشان طفينا الفرن من فوق. جميله جميله. شوفي تدوسي على الزرار من فوق تطلع الصوره. ماما ما تكلميش ليه؟ اتكلمي بقى يا سلمى. كلمي مين اللي هتكلمي؟ يعني حبايبي بيقولوا لي كاتبين في التعليقات الحاجه اللي انا بقول. على 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 اختي امال. ايوه الله يبارك لها ويخليها يا رب، ويخلي لها ابنها يا رب، خلي لها محمد واولادها كلهم، محمد واحمد ومحمود يا رب واولادهم، خلهم لها يا رب بحق جهنم، يديها الصحه وينجيها من كل وحش. سلم على اختي، اقول لهم على اختي فواكي. اه عليهم كلهم، بس انا على اخواتها كلهم في الصعيد. ماما سلم على اختي فواكي حبيبتي، وعلي متابعينا بقى، وعلى كل اللي متابعينا يا حبايبي، واللي بيعلقوا السلوى سيد و مصطفى ومصطفى ربنا يخليه يا رب ونجحه يا رب. الف مبروك، الف مبروك يا حبيبي. حفله التخرج ان شاء الله يوم 25 في الشهر، عشان ماما مش عارفه المعاش، عشان كده هي مفاجاه. انا يا رب عارفين ان ماما لسه عارفه وقت التاريخ بتاع الحفله. ان شاء الله يوم 25 الف مبروك يا ولدي بحق جهنم. ازيك يا ام؟ عامله ايه؟ ازيك وازاي صحتك؟ عامله ايه؟ ازاي محاسب اخويا واولاده كلهم بخير الحمد لله؟ فواكه وعيالها وشربات وعيالها وكلهم كلهم كلهم يا رب يخليهم وينجيهم يا رب من كل وحش يا رب. خلاص يعني التعليقات بقى، ما حدش بيجي في تعالي يقول لي تيتا اتفضحت بقى وبتسلم على قرايبها في الصعيد وبس. لا سلمي طبعا على اولادي وعلى متابعينا، والف مبروك يا مصطفى. وعامله ايه يا خلود ويوسف واسلام؟ عشان اسلام وقت هيزعل قوي يقول الفطيره دي مصطفى بس. كلهم يا رب يخليهم، كلهم يا رب، كل العيله بتاعت ام احمد يا رب ربنا يخليهم وينجيهم
ومحمد كلهم بخير يا ربي يخليهم بخير يا رب. واحمد ازيك يا احمد؟ قولي رايك فيها ايه؟ ازيك احمد انت وعيالك ولا يلا ما تسالش فيها يا دي انت يا انا زعلانه منك. طبعا انا منك يا احمد. بتتكلم على احمد مين فيهم؟ انا مش عارفين عندك ثلاثة احمد. انا احمد اللي بتوجه له كلام. احمد ابني. احمد بتتكلم كده على احمد الوسطاني عشان في احمد جوزي واحمد اخويا واحمد ابن اخويا. عامل ايه؟ تاكل فطير معانا يا دي الفطيره المدلعه يا جماعه اللي عليها اللي هي بصدر الفرخه. عملنا بصوا كام فطيره على لسه في فطيرتين تانيين في الفرن. لا جميله قوي جميله جدا اسلام تحفه. اديني اللي عجل واللي ساوى واللي قطع. ازيك يا حسين عامل ايه؟ ازيك يا محمد؟ ازيك يا محمد عامل ايه يا حبيبي يا محمد؟ عشان نعرف ناكل بقى محدش يقعد يبص في الفطيره. ازيك يا محمد يا ابو حسين عامل ايه؟ زي امك. انا شفت الفيديوهات دي. زي ابوك. كلهم بخير الحمد لله. سلم لي على ابوك وامك واخواتك. يا محمد وحشتني يا اللي ما تسالش فيها يا محمد يا محمد حسين. قول له تعالى عشان نعمل لك فطير مدلع. تعالى عشان تاكل معايا فطير مدلع. شايفين دي تخنانه شويه ما شاء الله متدلعه وبص الورق بص. لان الفيديو بالجمال دوت بقى حبايبي وما تنسوش يا جماعه لو وصلتوا لحد كده اظن لايك لست الكل ام احمد لايك كبير جامد جامد جامد. وما تنسوش اللي قلته لكم في بدايه الفيديو اللي فات وانهي كمان وقلت لكم في بدايه دوت وادي في النهايه كل القنوات اللي رافعين على المنتدى بالله عليكم دعم جامد ليهم وليا ولكل اللي موجودين على المنتدى عشان نكبر مع بعض في ايد واحده. بحبكم في الله واشوفكم على خير في فيديو جديد والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. باي باي. باي باي يا ماما. نعم باي باي مع السلامه. مين